كأس إفريقيا للأمم قاعة حرش حسن. فهذاك النهار كان غشي كبير، ومن بين الغشي الكبير كانوا بزاف من العائلات اللي جاوا لقاعة حرشة، ومنهم المرأة هذه اللي بالحي كل عجار اللي بعد يعني ما شفتها من البلاصة اللي كنت فيها، تقدمت لعندها وخديت الصورة لأنه فكرتني في أيام زمان، أيام وين كانت لاصة الحرشة يعني كانوا فيها دورات كبار، كان فيها جيدو وكان فيها لا بوكس، شرتو لا بوكس. الصورة هذه أعطيتها طابع باللون الأبيض والأسود لأنه رمتني بعيد، رمتني في وقت اللي كنا صغار كنا نطلعوا القاعة هذه باش نشوفوا عدة دورات. عمر صفوان مصور